بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إن أهل العراق قد وصلوا إلى مشارف الموصل، وذلك يعني أنها اللاصت ورب الكعبة، وما كنت أظن أنها ستلاص هكذا. لذلك أطالب العراقيين بمراعاة حسن الجوار وأن لا يقعوا في أخطاء الماضي حين قاتلوا إيران ومن ثم الكويت، واليوم يقاتلون الجار الآمن المسالمة الدولة الإسلامية. كما أطالب الحكومة العراقية بعقد مؤتمر مشترك معهم لمكافحة الإرهاب. أستحلف أهل العراق أن لا يدخلوا إلى الموصل وأن لا يأخذوا الموصل. أستحلفهم واحدا واحدا، سواء كان آيفوني أو جلكساوي، سواء كان مدريدي أم أتلتيكوي، لأنني لا أحب برشلونة، سواء كان دولماوي أم برياني. أستحلفكم جميعا، نعم أستحلفكم براض شنيشل الذي لا تفوزون معه في مباراة إلا بالدفرات. أستحلفكم ببراء التي تليكون لها ليل نهار رغم أن صفحتها وهمية. أستحلفكم بكل شيء. أستحلفكم أيضا وأشد على يدكم، ولكن أطلب من الحكومة العراقية بأن تدخلني في نظام المحاصصة، وهي أهل لذلك. أما جنود الخلافة المقبلين على الحرب مع العراق، هذه الحرب المقبلة، أقول لهم قول الشاعر العظيم، أقول لهم جملة واحدة: لكم والناس.